تعالوا نفتح بقى ملف جديد وموضوع جديد نتكلم مع حضراتكم فيه. منتخب مصر لرجال الكره الطايره عنده النهارده مواجهه قويه جدا امام نظيره الجزائري في نهائي بطوله افريقيا اللي بتستضيفها مصر في استاد القاهره. الحقيقه المنتخبين كل واحد فيهم على حده قدم اداء قوي جدا في مواجهات البطوله واستحقوا هما الاثنين ان هما يتاهلوا للنهائي. منتخب مصر فاز في كل مبارياته سواء في المجموعات او دور ال 16 ثم ربع النهائي ثم نصف النهائي باستثناء مباراه واحده فقط في دور المجموعات وكانت امام الجزائر. يعني ماتش النهارده هيكون ماتش ناري بمعنى الكلمه. منتخب مصر تاهل الى النهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجه 3-1 بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبي بنتيجه 3-2 في نصف النهائي. وكل اللي نقدر نقوله ان النهارده الساعه 7 ان شاء الله كل دعواتنا وكل دعمنا وكل قلوبنا مع المنتخب المصري. بنتمنى يعني التتويج بلقب البطوله اللي تم تنظيمها على اعلى مستوى الحقيقه، وكل الوفود اللي مشاركه اشادت بالتنظيم. ونرجع ونقول دي عادة مصر مش حاجة غريبة علينا، احنا بقالنا فترة طويلة بنتكلم كل يوم والتاني في حسن تنظيم مصر واستضافتها لفعاليات كبريات البطولات الرياضية المختلفة. فإن شاء الله يعني نكمل على نفس المستوى ونمشي في نفس الطريق بإذن الله. بص انا هكمل معاك مش هستنى بعيد، هكمل معاك على طول. احنا فعلا برضو بنستعد حاليا لاستضافه البطوله الافريقيه للرمايه برضو يعني على ميادين الرمايه العالميه في مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. والحقيقه برضو خلينا نتكلم يعني ان كثف الاتحاد المصري للرمايه برئاسه طبعا سياده اللواء حازم حسني، وكان ضيف معانا قبل كده اكتر من مره اجتماعاته عشان يقفوا على الاستعدادات بقى المتعلقه بالبطوله ان هي تظهر في الاول في الاخر برضو بشكل او بافضل شكل ممكن. واللي هي هتقام تحت رعايه طبعا يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتبقى من يوم 1 لغايه يوم 10 اكتوبر المقبل. ودي هتكون بقى مؤهله، ودي اهميتها فين ان هي تكون مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونفهم اكتر ويعني نستعرض برضو كل الكواليس الخاصه بهذه البطوله. معانا على التليفون سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه عشان نعرف مزيد من التفاصيل. سياده اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. بطوله يعني من خلينا نقول من البطولات المهمة جدا واللي بتقام على أرض مصر، وإن شاء الله تكون بطولة يعني تليق كالعادة بالتنظيم داخل مصر وباسم مصر. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا عايزة أستفسر من حضرتك بقى على الاستعدادات، استعدادات هنا تحديدا الاتحاد كمان للبطولة، وفكرة هنا الملاعب بتاعتنا هل أصبحت جاهزة تماما ولا لأ؟ ودي البطولة رقم كام كمان اللي خلينا نقول مصر بتستضيفها في الرماية سيادة اللواء لو حضرتك طلعنا؟ اتفضل. احنا طبعا اول حاجه نقدر نقول انه البطوله ده شرف لاتحاد مصر الرمايه ان تكون تحت رعايه سمو الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجزء الاخر والمهم انه البطوله دي هي البطوله المؤهله ويكون فيها 16 مقعد ان شاء الله يكون لنا حظ اوفر فيها. الحاجه الثالثه والمهمه انه الاجتماعات مستمره بين وزاره الشباب والرياضه زي ما ظهر حضرتك على الشاشه مع دكتور اشرف صبحي وطاقم الوزاره، وطبعا ده يعني شيء طبيعي احنا معتادين عليه ان مجلس الاداره بيجتمع مع سياده الوزير بالتعاون برضه مع اللجنه الاولمبيه المصريه ان احنا بنقدر نشوف مستجدات الامور ازاي نطور من ادائنا، ازاي نطور من استضافه البطوله. الحاجه المهمه ان البطوله ان شاء الله هتبدا يوم 1 اكتوبر تنتهي 10 اكتوبر. حفل الافتتاح ان شاء الله هيكون في مدينه مصر العاب الاولمبيه. مدينه مصر العاب الاولمبيه تعتبر هو احسن واكبر مكان على مستوى العالم، ويمكن ده شرف لمصر ان احنا نقدر نستضيف كثير من البطولات. وخيمة على مدينه مصر العاب الاولمبيه حتى الان 9 مسابقات دوليه ما بين كاس عالم وبطوله عالم. عندنا البطوله الافريقيه دي البطوله رقم 16 ودي مصر بتستضيفها طبعا لانه احنا لينا حسن تنظيم، عندنا البنيه التحتيه، عندنا الاجواء اللي تساعد الرماه على المشاركه في هذه البطولات. طبعا كل هذه العوامل بتكون داعم كبير جدا لاستضافه مصر مثل هذه الاحداث ومثل البطوله الافريقيه. رائع جدا. طيب خلينا نتكلم برضو يعني عن الاستعدادات الخاصه بقى لاستقبال الدول المشاركه، كم دوله هتكون بتشارك، يعني برضو اللي هي التفاصيل الخاصه باللوجيستكس يا فندم. اتفضل. احنا عندنا حتى الان وصلنا ل 13 دوله في حدود 250 رامي ورمية واداري. ان شاء الله الدول دي حتزيد، ولكن نقدر نقول انه الاستعدادات قائمه. مجلس الاداره اجتمع، حددنا اللجان، كل رئيس لجنه الان بيطور من ادائه من خلال الخبرات السابقه. بنشوف احنا ازاي نقدر نساعد
هذه الدول على الدخول والخروج في مصر وحسن الإقامة. عندنا وزارات طبعا بتنال الدعم، احنا بنال منها دعم كبير من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. يمكن نقدر نقول ان دي منظومة عمل متكاملة بتكون ليها الدافع والقوة الكبيرة في حسن الاستضافة ودخول الأسلحة والمعدات، وده في حد ذاته نجاح لنا كدولة مصرية. رئيس الاتحاد الدولي ان شاء الله هيجي يحضر هذه مع بعض رؤساء الاتحادات، هيكون على هامش هذه البطوله اجتماع مجلس اداره الاتحاد الافريقي، وده طبعا شرف لنا ان احنا نقدر نستضيف مثل هذه الاحداث الرياضيه كاجتماع والبطوله الافريقيه في اخر مستجدات الاستعداد لهذه البطوله. طيب انا عندي سؤال، والسؤال ده هيبقى فيه جزء وعد. خليني اسال حضرتك سياده اللواء، يعني هل نقدر ناخد منك وعد، نقدر ناخد منك توقع ان شاء الله ان الفريق عندنا وابطالنا يقدروا ان هم يمثلونا في الاولمبيات القادمه 2024 ويحصدوا يعني ميداليات او اكثر من ميداليه؟ طبعا احنا المشاركه ان شاء الله بعد ما نتاهل في البطوله ان شاء الله هنطلع على اولمبياد باريس. نقدر نقول احنا عندنا مؤشرات، المؤشرات بتقول ان احنا عندنا رامي عزمي هو الان مصنف رقم واحد على العالم، حصل على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم في اذربيجان الشهر الماضي. عندنا الرامي عبد العزيز يعتبر مصنف من 12 على العالم وترتيبه رقم 9 على العالم. احنا المؤشرات دي بتقول احنا مكاننا فين وسط الامم. التوقعات طبعا احنا بنتمنى ان هو يحقق ميداليه احدى الراميين او رماة اخرين، ولكن المؤشرات بتقول ان شاء الله ان احنا ربنا يوفقنا نحصل على ميداليه اولمبيه في هذه الدوره ان شاء الله. تمام سيادة اللواء، أنا بشكرك جدا. سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، شكرا ليك على هذه المداخلة، وبالتوفيق طبعا يعني لكل الأبطال بتوعنا في هذه الرياضة. الرماية المصرية عاملة تقدم متطور في السنوات الأخيرة الماضية أكثر من يعني بشكل أكثر من رائع، فيعني دي من الرياضات اللي إن شاء الله نعول عليها إن هي في أولمبياد باريس تقدر إن هي تحصد يعني عدد من الميداليات، لأن إحنا عندك كده كام رياضة عارف كريم زي ما بيتقال كده مالي إيدك منهم أو يعني انت متفوق فيهم الى حد كبير، فبالتوفيق ان شاء الله. كويس ان الموضوع ما وقفش بس عند الاسكواش، الحمد لله بقينا نسمع ان في نجاحات مصريه على يعني صعيد رياضات مختلفه، ونرجع ونقول احنا بنتمنى ان نفس نوعيه النجاح اللي متحقق في ملف الاسكواش المصري يتحقق بحذافيره في كل الرياضات الثانيه. يعني في عندنا للاسف الشديد لما بنتكلم كتير مع ابطالنا ونجوم رياضات مختلفه بنلاقي ان عندهم في كتير من الاحيان مشاكل بيتكلموا عليها يعني على استحياء شديد لاعتبارات كتيره طبعا لازم تتخذ في الحسبان، بس احنا في الاخر اللي يهمنا ان رايه بلدنا يعني تترفع عاليه في السماء كالعاده، ونشوف نجاحات مصريه في كل الرياضات مش في رياضه او اتنين بالكتير.